نبدأ هذا المحور بتقرير حول معركة القلمون والمواجهات بين جبهة النصرة ومقاتلي حزب الله من إعداد أمجد أبو عرفي. معركة القلمون ليست مجرد معركة، هذا ما أشارت وتشير إليه مجرياتها العلنية منها وغير العلنية. الاشتباكات التي بدأت بمختلف أنواع الأسلحة بين حزب الله وجيش الفتح على أشدها، وأنباء عن قتلا بالعشرات لا سيما في صفوف الحزب الذي زج بالآلاف من عناصره وربما بكل ما لديه من عتاد وعدة في محاولة حسمها لصالحه ونظام الأسد. فالقلمون الواقعة بالقرب من الحدود مع لبنان تمثل المنفذ الأخير لنظام الأسد ورموزه نحو اللاذقية الساحلية، وإلا فالحصار في دمشق. هذه العملية هي ستتحدث عن نفسها وستفرض نفسها على وسائل الإعلام، وحينئذ سيعرف الجميع أن هذه العملية قد بدأت. أما ما هو هدفها، ما هي حدودها، مكانها، إلى أين تريد أن تصل، امتدادها الزمني، هذا أمر كله نتركه للوقت ولا نتحدث عنه من الآن، وليس من المصلحة على الإطلاق أن نتحدث عنه من الآن. إذن هي بالغة الحساسية للحزب، وهي أيضا تؤسس لمرحلة جديدة، ولأجلها تشتد المعارك أيضا فيما عرف بمعركة الساحل، أي في اللاذقية ومحيطها تحديدا، وهي المعقل الأخير للنظام بعد دمشق. بل إن أنباء تحدثت عن نقل النظام لكافة مؤسساته وأجهزته الحساسة إليها في الأيام الأخيرة كالبنك المركزي السوري، فبعد سقوط جسر الشغور على تخومها بأيدي جيش الفتح بعيد مدينة إدلب باتت اللاذقية وطرطوس في عين العاصفة، وما سقوط القلمون إلا مقدمة لسقوطها. ومن الطبيعي في مثل هذا النوع من المعارك ومثل هذا العدد ومثل هذه الظروف، وهي طبيعة كل المعارك، أن تكون عملية كر وفر، ربح وخسارة، صعود وهبوط. هو الاعتراف الأول إذن بالهزيمة، وما يعيد مشهد ظهور الأسد هذا إلا مشاهد الظهور الأخير قبل الخلع، والتي رافقت كل رئيس عربي خلع من قبله. فهل هي أيام الأسد الأخيرة على ما تؤكد مصادر عدة، أم هي بداية مرحلة جديدة يبقى فيها الأسد رئيسا على جزء صغير من سوريا في الساحل كما يشاع؟ ذلك ما ستقوله المعارك حين تحدث أخبارها.